وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من رام الله ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية. ولاء، بعد التحية، ما هي آخر التطورات الميدانية لديك في ظل يعني اندلاع اشتباكات ما بين جيش الاحتلال وعدد من الشبان الفلسطينيين؟ اهلا بكم. نتحدث عن مزيد من الارهاب للمقاومين المدنيين الفلسطينيين حيث التحمس مجددا. هناك اقتحام في وقت الظهيره لتجمع عرب للحات، ولكن مجددا قام قوات الاحتلال بحمايه المقاومين وهاجموا تجمع عرب للحات شمال غربي اريحه، وكان هناك ايضا تجولات لبعض المستوطنين بالآليات، وكان إرهاب التجمعات الفلسطينية وأيضا لأساكن الخيام، وقاموا بإختار 8 مساكن وحظيرة أغنام ومجمع للطاقة الشمسية في تجمع عرب للحات. وعلى ما يبدو أن هناك تصعيد بهذا التجمع بإزالة كل الخيام وأيضا المساكن الشعراوية التي هي للتجمعات البدوية في عرب للحات، لأن يكون هناك تمديد لبؤرة استيطانية في هذا المكان. أيضا نتحدث عن مزيد من الاقتحامات التي استحوذت قوات الاحتلال ومحاصرة جلبون اليوم 16 على التوالي، والتي تقع شمال شرقي جنين، واستولوا على منزل واعتبروا سكنة عسكرية مغلقة وشددت من إجراءاتها يعني بحق المواطنين، وأيضا الساكنين القاتلين في منزل عائلة أبو الرب. وأيضا قامت قوات الاحتلال بتحويله لنقطة عسكرية مغلقة يصعب على الفلسطينيين أو حتى أمنهم من عائلة أبو الرب من الخروج أو حتى الدخول إلى هذا المنزل. إذا نتحدث عن مزيد من الاقتحامات واندلاع المواجهات مع الشبان الفلسطينيين وأيضا قوات الاحتلال، كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منطقة القدر واندلعت مواجهات وأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، على إثر أن قوات الاحتلال قامت بالاقتحام بمنطقة القدر جنوب بيت لحم. إذا نتحدث عن خلال هذه اللحظات وما يجري، بعض الأنباء تتحدث عن اقتحام لمدينة طول فرنة بالتحديد إلى المخيم. فنتابع هذا الحدث إما كان هو حدث عابر أم أن ستكون هناك اقتحام بعدة ساعات وآليات لهذا المخيم، ولكن نستطيع القول بأن بعض المستوطنين وأيضا جنود الاحتلال شقوا طرقا استيطانية استعمارية غرب بيت لحم بقرية حسان ما بين وادي قديس وأيضا مستعمرة مسمى لطارعي، وهي مقامة على أراضي المواطنين. قاموا بشق هذا الطريق بعرض 10 أمتار ويمتد وصولا لنبع عين أصواقة، وهي لأصحابها للمواطن إبراهيم شاكر حمامرة، ولكن قوات الاحتلال استولت على هذه الأراضي الزراعية وقامت بشق طرق استيطانية لصالح المستوطنين. الآن يسمى لو الانفجار الضخم في بلدة عنبسة الشرقية طول كرم، وذلك تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال للمدينة. وأيضا نتحدث الآن الأخبار العاجلة التي ترد من مدينة طول كرم بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال وجرافات عسكرية تقتحم مدينة طول كرم، وقد فعلت سفرات الإنذار في مخيم روشن. إذا الأخبار العاجلة الآن وهي المؤكدة بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال وجرافات عسكرية تقتحم مدينة طول كرم وسفرات الإنذار تدوي في مخيم نور شمس. إذن يعني هناك الكثير من الاقتحامات، ولا بالتأكيد سنتابع معك كل جديد فيما يتعلق باقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. كل الشكر لك ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا من رام الله.